وردة الجبل، هيك سماها الرئيس الفرنسي الراحل شارل دوغول لما زار لبنان. ليش؟ لأنه حصرون بهالأرض المقدسة كل عمرها عاطية طابع الجمال. تبعد هالبلدة حوالي 100 كيلومتر عن بيروت، وبترتفع 1450 متر عن سطح البحر. نحن اليوم رح نحكي عن تاريخ وأثار هالبلدة العريقة. تشتهر حصرون بسياحتها الدينية، إذ بتطل على وادي القديسين، وبتمتزج هندستها الخلابة بكنائس وأديرة بتعود لمئات السنين.